كل منطقة من لبنان عندها السوسنة تبعها. إيريس أنتيليبانوتيكا أو سوسن السلسلة الشرقية لجبال لبنان كانت موجودة بمنطقة بلبنان بمنطقتين من تاني ميل الجبل ميلة سوريا. كنا مفكرين إنه إيريس أنتيليبانوتيكا اختفت كلياً من لبنان. لحد ما بال 2008 في شخص من منطقة اليمونة زميل لإلنا دلنا وقالنا إنه بعدها موجودة بخريبة بعلبك بس موجودة بأرض خاصة. مش انه شيء كتير، شيء قليل قليل اذا جدا قليل جدا اذا بوصف لك جمال هيدي هالنبته. مبي وصاني فيها قال لي يا محمد هيدي امينه، مثل ما امنتك انا مامنك بالارضات وبكل شيء انا مامنك بهيدي النبته. احنا يعني قدر الاستطاعه بنحميها هيدي، يعني مثل شكل محميه عاملها انا هالتنيه بالضيعه. فلذلك قال لتني انا عم خلي وليدي وبنتي ومرتي وامي وكلهم سوا انه لحتى يهتموا بهيدي النبته مشان ما تنقرض من عندنا من المنطقه الخريبه. زهرة سوسن مثل كل النباتات بتبلش ببذرة صغيرة، اللي بيميز بذرتها عن غيرها هي مادة البروتين اللي موجودة مثل البرنيطة عليها. النملة بتجذبها هيدا المادة، بتاخد هيدا البذرة بتضبها بالأرض، بتاكل البروتين اللي عليها كرمال تخليها تفرخ. ونحن بمختبر جزور لبنان منتقلد الطبيعة ومنعمل نفس الشيء، منشيل البروتين منقصه ومنحطها بالعتمة. الأهم من هيدا كله هو عملية تلقيحها اللي ما بتصير إلا من خلال النحل البري. النحل البرية بتجي بهدف إنها تتخبى بقلبها، ولكن هي مخباية بتحمل اللقاح من قلبها وبتنقله على زهرة تانية، وبالتالي بتخليها تعقد وتزهر وترجع تعطي بذور عن جديد. من هودا العوامل كلهم بنفهم ليش هيدا النبتة مركزة وما بتوسع كتير انتشارها. الموقع الوحيد لهيدي النبتة هو بأراضي خاصة بخريبة بعلبك، ولنقدر نحميه على المدى البعيد قررنا ندخلها على محل محمي ويكون عنده ذات الظروف البيئية الموجودة بموقعها الحالي. عرضنا الملف على المديرية العامة للآثار وفسرنا لهم أهمية حماية هيدي النبتة ونمط عيشها اللي ما رح يأثر سلبياً على الآثارات الموجودة بالموقع. ومن هون قررنا ندخلها على موقع عنجر الطبيعي. Récemment, on a commencé à découvrir l'autre visage de ce patrimoine, son côté naturel. Ce patrimoine naturel de Anjar est en cours de s'enrichir en y faisant revivre certaines plantes et fleurs qui étaient menacées d'extinction. Grâce à la collaboration entre la Direction générale des antiquités et l'Université Saint-Joseph. بعد موافقة المديرية العامة للآثار ابتكرنا منهجية جديدة بتهدف لإدخال النباتات المزروعة من بذور سوسن من المختبر إلى موقع عنجر الطبيعي. لبنان مشهور بمعالمه الأثرية المهمة بس كمان مشهور بتنوع البيولوجي اللي كتير عالي. أهمية المنهجية اللي اتبعناها هي إنه قدرنا سلطنا الضوء بنفس الوقت على تراثنا البيئي وعلى تراثنا الثقافي. رغم الصعوبات المعيشية اللي عم نمرق فيها والحاجة لاستصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، كتير مهم إنه نترك محل للحياة البرية. إلهم بهالأرض ملايين السنين، ما فينا نستبعدهم بكل سهولة، بس طالما في أشخاص مثل محمد وعائلته دني بألف خير. بيجي بشوف وحده بدي ادعس عليها برجع بغير طريقي، رحت لك مثل ما انك شايفه عاملينها كلها.